علي بيه؟ مصطفى دلوقتي خطر عليه. يسفروا بطياره خاصه مجهزه بكل حاجه. والله خطر. وصدقني محدش فينا قصر في اي حاجه. عارف. اطمن، ان شاء الله خير. عن اذنك. ليه ده انا قلبي مش مطمن؟ لا اطمن. تفائل. ان شاء الله خير. هنزع سبب. اوكي، انا هنا لو محتاجه اي حاجه. فريدة، انت بنت اصول بجد. هي مواقفك معانا اليومين اللي فاتوا باين معدنك كويس. سوري على أي حاجة عملتها ديتك. حضرتك مش محتاجة تعتذري. أنا وعدت علي قبل الجواز إني أحط جوه عينيا. حضرتك زي مامتي بالظبط. وأنا زي مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ طيب أسيبكم لبعض بقى. اتفضلي. تعالي عشان عايزاكي. تعالي عايزاكي. انت خدتي باسبورك خلاص؟ اه استلمته امبارح. طيب انا عشان انا محتاجاكي تسافري بيروت في اسرع وقت. بيروت؟ اشمعنى بيروت؟ عشان من ساعه ما عملت الفستان بتاع الملكه وانا جايلي ايميلات ومسجات كتير قوي. المفروض يعني ان انا افتح فرع بره مصر، اي حته، مثلا كويت، كازابلانكا، دبي. بس انا هفتح في بيروت. وكلمت حد يشوف لي مكان هناك ولقيت مكان كويس جدا. بس للأسف أنا مش هعرف أروح عشان أنت شايفة اللي بيحصل ومش هقدر أسيب علي. فيعني المفروض إن أنت تطلعي وتظبطي الدنيا كلها هناك. تمام يا حبيبتي، اعتبريه حصل طبعا. بس إشمعنى بيروت؟ يعني المنافسة شديدة والأسامي هناك كبيرة قوي، السوق مش سهل. عشان لو ما نافستيش الكبار عمرك ما هتبقي كبيرة. آه صح. تعالي بقى عشان عايزاكي.